طيب في كمان مبادرة سكن ومواد اللي أطلقتها الدولة يعني أو وزارة التضامن تقريبا الأوقاف بتعني بإيه وأنتوا هيكون لكم دور فيها ولا أوسع شوية وأشمل يعني؟ لا هي وزارة الأوقاف في الحقيقة قامت بمبادرتين من فترة مشوا في طريق واحد، مبادرة سكن ومواد ومبادرة حق الطفل في الأسرة. مبادرة سكن ومودة للعلاقات الأسرية وعشان نسب الطلاق ونصحح كثير من المفاهيم الموجودة، ومبادرة حق الطفل عشان يبقى كمان خدنا الأسرة متكاملة مع بعضها ونشوف الطفل حقه إيه. ومن حق الطفل جاء البرنامج بقى الصيفي للأطفال اللي فيه إقبال ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تكلمينا عنه بقى. لا ميرفت بقى تكلمنا عنه لأنها ميرفت ما شاء الله. يعني من يخليك حبيبتي. هو احنا عندنا اختلاف يعني، عندنا دلوقتي ما شاء الله في تنوع في الجوامع في كل حاجه، في مقرأة وفي الدروس اللي معموله دلوقتي وفي الافتاء وفي حق الطفل وفي النشاط الصيفي للاطفال. بالنسبه للمقرأة الناس كانت متعطشه في الجوامع، كانت محتاجه انها تعرف قرآن، لان هو اصلا يعني انا بنتكلم نيجي نقول لا صلاه بدون فاتحه، يعني انت لما تصلي لازم يبقى عندك حتى الفاتحه. صحيح. فاتحه الكتاب ابسط الامور، ابسط الامور طبعا. الجزء ال30 فاحنا ابتدينا الحمد لله الجوامع اللي هي السيده نفيسه السيده زينب، انت بتبصتي على الناس ان هم حتى لو هيقروا بالتلقين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقري كده الصحابه، كان ياخد الوحي وبينزل. انا بس كنت عايزه حاجه نفسي فيها، ما اعرفش اذا ينفع ولا لا، بلاش كلمه تحفيظ القران، نمشيها تفسير القران. لا انا بقول لحضراتكم ليه، لان انا بشوف دايما معاهد او اماكن او مدارس او ناس يعني متطوعين جزاهم الله خيرا طبعا بيكتبوا ايه مدرسه لتحفيظ القران، مكان لتحفيظ القران. عايزين نغير المفهوم ده. انا اقول لك حاجه، بنفسر او بنبسط الايات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في الايه في الحديث اقرا ورتقي، اخر ايه تقراها مش كده؟ ما هو انت وردت القران ترتيلا، ما هو في احنا بنقول ان ممكن يبقى حفظ وممكن يبقى قراءه. المهم هنقرا ازاي؟ القراءه الصحيحه زي ما انزلت على في عندنا تدبر. ايوه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. ده التدبر دوت علشان تقدري يبقى القران حجه ليا مش عليا، لان انا هسال عليه. لان في ناس بتحفظ وهي مش مدركه المعنى. الهدف مش حفظ بس، لان ممكن انسان يبقى حافظ وعنده قراءه. قرأ عليهم القران وجلت قلوبهم، دي اصلا هي دي القلوب الواجله اللي بتخاف من ربنا. الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. هو دي والذين ياتون ما اتوا وقلوبهم واجله يعني. فانت لازم القلب يبقى واجل خايف من ربنا. فانت لو هتخافي من ربنا هتحفظي القران كويس، هتحبي ربنا، هتقدري تعملي بكل الايات القرانيه اللي طيب دول في القران ليهم يعني عند ربنا مكانه، اللي هو ما تخافوش طبعًا. يعني طبعًا. ما تخافوش بتيأسوش من رحمتي. انا بس الستات والبنات بيسالوا على اللايف، عايزين بسمه وايناس وكذا حد من حبيباتنا اللي بيتابعونا، عايزين بس يعرفوا الاماكن والمواعيد او لو في صفحه مثلا يقدروا يتابعوا من خلالها. هو بس في حاجه كمان مع دلوقتي دكتوره وفاء منسقه طبعا في مبادره سكن موده دي رائعه، اللي هي بتخلينا نتكلم مع الازواج قبل ما يتجوزوا المشاكل اللي بينهم، فدي كانت رائعه. حق الطفل كمان بقى حلو جدا، دي خطوه رائعه. عملنا مبادره في كل المساجد، مش قادره اقول لحضراتكم. طب نقول للناس ايه حق الطفل بقى يا استاذه هبه؟ حق الطفل كمان، ان الطفل من الصغر لما يطلع نشأة صالحه ويطلع بالبيئه اللي هو فيها دي هيطلع هو كمان هيطلع النشأة، هتطلع الجيل هيطلع جيل صالح وهيطلع مجتمع صالح. ده اللي احنا فيه. فالاماكن بقى ان شاء الله. هي كانت كمان بتسال على الصفحه، هل في صفحه، هل في اماكن مواعيد معينه يتابعوها على السوشيال ميديا؟ صفحه اوقاف اونلاين، صفحه اوقاف اونلاين او بوابه الاوقاف الالكترونيه، ريت نكتبها عندنا برضو على الشاشه، فيها كل يعني كل المواعيد الجديد في الاوقاف. بوابه وزاره الاوقاف الالكترونيه بينزل فيها المواعيد والاماكن واسماء حضراتكم واسماء اسماء الوعظات، اسماء الائمه، كل واحده فينا ليها صفحه وكل واحده فينا ليها شغل. انا عندي سؤال، الجمهوريه